يجب أن نذكر بأن السيد محمود المشداني شخصية محترمة ومتزنة ولديه علاقات وطيدة مع كل قوى سياسية. هذا لا يعني بأن مرر أو سيمرر، يعني بمعنى آخر ربما يمرر وربما لا، لكن بالتأكيد تعويلا على قول السيد محمود المشداني رجل محترم ولديه علاقات وطيدة ويقف على مسافة واحدة. هذا الخلاف خلاف سني سني، نعم الكرد والشيعة جزء من الفضاء الوطني في عملية في حسم هذا الأمر، لأن بالتالي القوى السنية لا تستطيع لوحدها أن تحسم هذا الأمر، لكن الاتحاد والديمقراطية الاتحاد وأغلب القوى في ائتلاف إدارة الدولة تركوا هذا الخيار للمكون السياسي السني أن يحسم أمره، لكن بالتالي بالتأكيد يعني في القوى السياسية سوف تحسم هذا الأمر داخل مجلس النواب العراقي، ولن يبقى هذا الأمر لفترة طويلة. إذا لم يتم حسم هذا الأمر داخل البيت السني بالتأكيد سيكون هناك حسم في مجلس النواب. أنا وجهة نظري شخصية بعيدا عن رأي الاتحاد، خلي الاتحاد صفحة، وجهة نظري الشخصية الأقرب هو سيد محمود.